بعمر 44 كنت نشط كثير على منصات الاعلام الاجتماعي، وصحت لي فرصه انه اشتغل برئاسه الوزراء. كيف صار الموضوع؟ اجاني من طرفين اصدقاء على التويتر انه رئاسه الوزراء بدوروا على ديجيتال ميديا دايركتور. فانا بتعرفني ما عندي اي مشكله اني اقدم لاي شغله، اذا ما بعرفها بتعلمها، ما عندي اي مشكله. رحت قدمت اول مره وثاني مره وثالث مره، قدمت مع مستشارين كانوا اجانب، وكنا نحكي بموضوع السوشيال ميديا، وكانت يعني خبرتي فيها لا بأس بها. الحمد لله صحت للشغله هذه واشتغلت بالرئاسه لمده 9 اشهر، وبعدين تغيرت الحكومه. كان ممكن اضلني متواجد بالرئاسه للوقت هذا، ولكن مش شغلي. لما راحت موضوع السوشيال ميديا انا طلعت من الموضوع ورجعت للاستشارات والتدريب. ويوم من الايام هيك خطر على بالي ابعت ايميل لمدير التنفيذي لشركه زين بالاردن، فكتبت مرحبا كيف الحال، انا اسمي خالد الاحمد، انا كنت سويت مبادره هذه، انا بعطي دورات، وانا فخور جدا انه شركه زي زين عندهم تواجد عالي جدا بالسوشيال ميديا، مع انه عن طريق ايجنسي، بس في يوم من الايام لازم تنضج هذا القسم، ولازم يكون عندكم قسم اعلام اجتماعي داخل الشركه. اذا بتعطيني ربع ساعه انا ممكن اشرح لك كيف ممكن ابني لك القسم هذا. ورميت هالفوتيش وحكيت يمكن يشوفها يمكن ما يشوفها، ولكن خلال ساعتين بعت لي ايميل رد علي وحكى لي تفضل تعال قابلني بكره الساعه 10 الصبح. رحت قابلته وعرفني على الدايركتورز الموجودين بالشركه، الاتش ار والماركتنج، وقابلت كمان مقابله ثانيه وثالثه ورابعه، صاروا يعرفوني على الموظفين، وحكيت خلص انا راح يشغلوني. ولكن المدير التنفيذي اعتزل من الشركه وجابوا مدير تنفيذي تاني، واتصلوا فيه الاتش ار وحكوا لي انه احنا صرفنا نظر لانه صار في اداره جديده. قلت لهم ما في اي مشكله، حصل خير. بس ايش اللي صار؟ لما تعرفت على الدايركتورز كلياتهم وعرفوا اني انا نشط بالسوشيال ميديا والسوشيال ميديا لساتها جديده، كلهم تابعوا حساباتي على السوشيال ميديا. فبعد ثانيه بالضبط ولا بتصلوا فيه مره ثانيه وبحكوا لي خالد احنا بندور على سوشيال ميديا مانجر. قلت اوكي ما في اي مشكله، لان انا بساعد كثير شركات ان الاقيهم موظفين بالسوشيال ميديا. وحكيت لهم طيب ايش بالضبط بدكم المواصفات؟ يقول لا احنا بندور على واحد سينيور كثير يحط الاستراتيجيات يبني القسم وخلافه. قلت اوكي انت بندور على واحد سينيور مش كثار موجودين بالبلد. قلت له احنا بدنا اياك اذا بتيجي بنقعد معك وكذا. اوكي فرحت قعدت معهم اول يوم، بعدين في مقابله ثانيه قعدت معهم، اعطوني الاوفر، ما كان عاجبني كثير صراحه لانه اوفر الحكومه كان احسن تقريبا. بعدين المسمى ما كانش عاجبني، انا كنت دايركتور حطوني مانجر، فرفضت الاوفر اللي اعطوني اياه. بعدين اداني المدير التنفيذي وقعدت معه وعجبني كيف تواضعه وعجبني شغلات كثير بشخصيته، اشتراني بكلامه وعرضوا علي خيارين، حكوا لي اما نعطيك اللي بدك اياه بس كمستشار بدون اي فوائد ولا بنفيتس ولا شيء، او تدخل بالمعاش اللي هو بالسكيل بفول بنفيتس. فأنا أحكي لكم برجع لكم، فكرت فيها، عرضت عليهم أني أرجع فول تايم، أني أدخل فول تايم معهم بس أخلي الشركة وتدريباتي ونشاطاتي اللي خارج الشركة ما ألغيها. حكوا لي إحنا ما نسمح للموظفين شغلات زي هيك بس مسوي لك إكسبشن. فهاي الشغلة كانت يمكن أشطر شغلة سويتها بحياتي. الحمد لله هلأ موجود أنا مع شركة زين، مدير قسم الإعلام الاجتماعي بشركة زين، وما زلت أدرب إعلام اجتماعي، وما زلت بحكي مع الرياضيين، وأي واحد بحاول ويضل عنده مثابرة عالية حيوصل للي بدي إياه. في كتير شغلات توقف بطرينا إحنا لسبب أو لآخر، فإحنا لازم نعرف إنه إذا الشغلة بدنا إياها وما صحت لنا، هاي بكون الله كاتب لنا شغلة تانية ولازم نأمن بالموضوع هذا. بس برضو مرات لما حد يحكي لك لا don't take no for an answer، فمهم جدا لما حد يحكي لك لا اسأله ليش. ممكن يكون هو مثلا he's having a bad day، ممكن يكون هو باخذ عنك انطباع خاطئ. المثابره مهمه جدا لما الواحد يكون شايف وين بده يروح ويكون عنده استمراريه عاليه جدا حيوصلها يعني بالوقت الحالي او لو بعد فتره. فالسر بالوصول لهدفك هي المثابره.